العنوان الثالث وده هيبقى مفاجأة لكل السادة المشاهدين. والحمد لله برنامج الترند خلال الفترات السابقة لما بيتكلم معاكم في أي ملف له علاقة بمشوار الأهلي خارجيا أو تحديدا مع البطولات الإفريقية بنكون في ظهر الفرقة وفي ظهر النادي، لأن احنا حريصين أولا على المصلحة العامة للكرة المصرية وعلى مصلحة النادي الأهلي. طيب احنا امبارح طرحنا ايه المغزى من خطاب الاتحاد الافريقي اللي صدر بتاريخ 20/6 وبيقول للاتحادات خدوا بالكم ابداوا تسجيل اسماء الانديه من النهارده لغايه 30/6 واي اتحاد هتواجهه تحديات يبلغنا عشان ممكن نعمل له استثناء. واديت مثل وقلت ليبيا طلبت استثناء وتوافق لها من يوم 16/6، الجزائر والمغرب لان الدوريات عندهم لسه فيها مواعيد مش منتظمه وممكن يخلصوا الدوري في 7. الحمد لله المهندس احمد مجاد خرج بالامس في تصريحات تلفزيونيه اكد اللي انا قلته امبارح واكد اللي انا شرحته في فكره ان في استثناءات لبعض الاتحادات. وامبارح كنت طرحت سؤال وقلت متى سيرسل الاتحاد المصري لكره القدم لطلب استثناء للانديه المصريه على الاقل حتى 30/7 لان الدوري بتاعك هيخلص 26/8. الاتحاد الافريقي مش هياجل لك بعد 30/7، القرعه هتتعمل بعد دوري طوكيو فاستحاله ياجل لك لشهر 8. لكن انا واجهت امبارح تساؤل، الحمد لله هو رد على التساؤل بس ما كنت اتمنى ان يرد بمثل هذه الردود اللي اتقالت، لان الردود كانت بالنسبه لي مفاجاه وخطيره. ليه؟ قال 30/6 ممكن ما ابعتش اطلب استثناء وابعت نفس اسامي الفرق اللي شاركت في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه السنه الماضيه. دي كانت بالنسبه لي بمثابه جرس انذار ولازم النهارده كنت اتكلم فيه عشان هو لو ما خدش باله من الشروط اللي جايه لهم للاتحاد الافريقي في تاريخ 3/5 ياخد باله، لانه كده لو خد هذا القرار هتبقى فيه مفاجاه لكل الساده المشاهدين ولاتحاد الكوره وللانديه المصريه. طيب ايه المفاجاه؟ بصوا يا جماعه هعرض لكم دلوقتي شروط الاتحاد الافريقي طلبها في خطاب 3 مايو. قال للاتحادات الاهليه في كل قاره افريقيا الدوري بتاعك ظروفه ايه في كذا معيار. نبدا مع بعض. اول حاجه بيكلم الاتحاد الافريقي الاتحادات وبيقول لهم الاتحادات اللي انهت الموسم بشكل طبيعي هترسل اسماء الفرق طبقا لما يحدث زي كل مره وفق المعايير، بطل الدوري هيروح دوري الابطال، بطل الكاس هيروح كونفدراليه، لو انت دوله عندها ناديين دوري ابطال واثنين كونفدراليه بتاخد الوصيف وثالث الدوري او ايه؟ وصيف الكاس، دي خلاص اول نقطه. النقطه الثانيه اذا لم يكتمل الدوري، اذا لم يكتمل الدوري هتعمل ايه؟ ابعت لي الاسامي وفقا للمعايير اللي عندك انت في اللائحه المنظمه للمسابقه اللي هي بتقول ايه؟ الجداره الرياضيه إذا الدوري عندنا لسه مخلص. تمام. الحاجة الثالثة الاتحاد الإفريقي بيقول لك إيه؟ الاتحادات اللي لسه ما خلصتش الموسم بتاعها تمام؟ واعتبرت الموسم اتلغى ابعت لي نفس الفرق بتاعت الموسم الماضي. قال لك في الرقم ثلاثة في المادة رقم ثلاثة أو العنصر رقم ثلاثة، لو أي اتحاد لسه ما خلصش الموسم ولغيت الدوري ابعت لي نفس الفرق بتاعت الموسم الماضي. تمام؟ الحل الرابع قال لهم، بص بقى مش قال لهم بقى حاجه هي رابعه جديده، لا ده قال لهم لو انت ما انتهتش من الموسم ايا كانت الظروف اختار لك واحده من الثلاثه. طيب المهندس احمد نجاد امبارح قال هنختار ايه؟ هنبعت نفس اسماء فرق الموسم الماضي. عارف يا باشمهندس معنى الكلمه دي او معنى الجمله دي معناها ايه؟ انت لغيت الدوري على الورق. يعني لما تبعت اسامي فرق الموسم الماضي الاهلي والزمالك دوري ابطال بيراميدز والمقاولين كونفدراليه انت كده لغيت الدوري. على الورق انت لغيت الدوري. اطلب استثناء لغايه 30/7 والدوري مش هيكون خلص وطبق مبدا الجداره او شوف الترتيب وقتها، لان بالمناسبه هو الكاف قال لك وقت ما اطلب منك اسامي الفرق ولسه الدوري عندك ما اتحسمش ابعت لي اسامي الفرق المتصدره وفق المعايير اللي انت حاططها في شروط المسابقه، وانت عامل معايير ليه تخالفها؟ ليه تبعت اسامي نفس الفرق الموسم الماضي؟ ليه؟ ده انت لو عملت كده انت لغيت الدوري على الورق. استنى بعد 26/6 و27/6 بيراميدز كسب الرجاء وتأهل المباراة النهائية هيكون اداك 50% من الحل انه موجود في المباراة النهائية، لو فاز بالكونفدرالية يبقى هو راح كونفدرالية، لكن لو خسر مباراة الرجاء وخرج لازم تطلب استثناء ل 30/7 لانك لو بعت نفس اسامي فرق الموسم الماضي من ضمنهم بيراميدز، وبيراميدز حاليا ترتيبه السادس او السابع في الدوري، انت كده بتلغي الدوري على الورق. بتلغي الدوري على الورق، خدوا بالكم من الجملة دي، انت لغيت الدوري على الورق لو بعت نفس اسامي الموسم الماضي. فأتمنى يكون في تدارك لهذا الموضوع وما تبعتش نفس اسامي الفرق وتطلب استثناء ل 30/7 زي ما عملت ليبيا، زي ما عملت الجزائر، زي ما عملت المغرب. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول نقدم ماده اعلاميه للناس، ولو في خطا في اتحاد الكوره يا جماعه خدوا بالكم انتوا بتعملوا قرارات واخطاء بتخالف اللائحه، ودي مش مره واثنين وثلاثه، دي للمره العشره. الملف
بقى كبير وتفاصيله كتير، فأرجو تدارك الأمر. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل أنا كان لسه عندي كمان جزء في الملف ده، بس خليه بقى في حلقات تانية بعد المباراة إن شاء الله، لأن لسه عندنا كلام لغاية المباراة النهائية بإذن الله. لكن أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا ورؤية إعلامية على مباراة الأهلي والترجي في المباراة السبت القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.